بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بكم في تحالف العدالة الاجتماعية. هذا التحالف الذي من الواضح اسمه يدل عليه أنه تحالف يتبنى مطالب الثورة وينحاز إلى جموع الشعب المصري التي خرجت في 25 يناير في تظاهرات عارمة في كل ميادين التحرير في مصر، تطالب بالحياة الكريمة وتطالب بالعدالة الاجتماعية. ومن ثم فإن تحالف العدالة الاجتماعية وهو يدين لثورة 25 يناير و30 يوليو بوجوده على أرض الواقع السياسي في مصر، يتمنى من المشرع أن يعيد النظر في قانون التظاهر. لماذا؟ لأننا جميعا عبر نضالات طويلة طيلة سنوات طويلة ضد نظام الاستبداد في مصر وضد آلة القمع الأمنية التي حكمت مصر 30 عاما أو يزيد، كنا ننادي دائما في الجامعات وفي الميادين بحق التظاهر. حق التظاهر حق مكفول، ونحن نعي أن هذا الحق أيضا لابد من تنظيمه. الشعب الذي خرج وأسقط نظامين عبر حق التظاهر لا يمكنه أبدا أن يسمح بقيود تحد من حقه أو من حريته في التظاهر. ومن ثم فنرى أن قانون التظاهر الذي صدر قانون جانبه صواب في بعض مواده. نحن نؤمن بأن من حق المشرع أن يتدخل لتنظيم الحق في التظاهر، وهناك فارق بين تنظيم الحق في التظاهر وبين تكبيل أو تقييد الحق في التظاهر. الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل أن من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه، ومن حق جموع المواطنين في مصر أن تتظاهر وتعبر عن رأيها في إطار سلمي بعيد عن استخدام أي إمكانيات للإرهاب. إذا بدأ في هذا التظاهر أن هناك حالة إرهابية أو استخدام للسلاح، نحن نقر بحق السلطة المختصة في أن تواجه هذا التظاهر وأن تمنعه وأن تتصدى له. لكن التظاهر السلمي لابد أن نؤكد على الحق أنه حق مشروع، ومن ثم لابد أن نتيح لأبناء وطننا وللشباب منهم على وجه الخصوص أن لهم بالتأكيد الحق في التظاهر. نحن نناشد المشرع أن يعيد النظر في هذا القانون وأن يلغي المواد المتعسفة في حق التظاهر. من حقنا أن نخطر فقط، مجرد اختيار، ولا ننتظر الإذن بالتظاهر. إذا وجدت السلطة المختصة أن هذا الاختيار أن هناك خطورة عليها، هي أن تتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب إلغاء المظاهرة. لكن حقنا في أن نتقدم باختيار فقط ولا ننتظر إذنا من السلطات المختصة بذلك. هذه واحدة. الأخرى، نرى أن العقوبات الواردة في هذا القانون عقوبات مبالغ فيها، ولا بد من تخفيف هذه العقوبات. ليست العبرة بالحكم بأحكام سجن طويلة المدى، العبرة أن القانون لابد أن يكون رادع ويحقق الهدف منه. ومن ثم فنحن في تحالف العدالة الاجتماعية نؤكد على حق الشعب المصري في التظاهر وتنظيم الاجتماعات العامة، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات نيابية في الفترة القليلة القادمة.